بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بيكم في قناتكم طعم وريحه الريف المصري. النهارده بقى ان شاء الله هنعمل صينيه مسقعه، طريقه جميله يعني حتى اللي مش بيحب المسقعه هيعملها بالطريقه دي هيلاقيها جميله. اول حاجه عامله البتنجان بتاعي الكميه اللي انت عايزاها، ما بحطهاش بقى في ملح ومصفى واحط عليها ملح يعني وتصفي ده، لا بحطها في ميه بملح بتبقى جميله والله، مش بتشرب زيت ولا حاجه. عامله بقى الطماطم بقى بشرها وتو، وعامله البصل، فلفل الاخضر بقى مش هشوحه مع ال، مش هقطعه حتت صغيره كده مع البصل، لا عاملاه حلقات كده وهحمره مع البتنجان. والله دي تحفه، هيخلي طعم المسقعه ريحتها جميله وطعمها جميل. انا بقى هروح احمر البتنجان بتاعي والصلصه والبصل والثوم هشوحهم بقى وطيبهم بعض اخليهم صلصه، واوريكم بقى هنعملها ازاي. دلوقتي بقى انا خلاص حمرت البتنجان بتاعي، سويت الطماطم بتاعتي، بس في خطوه بقى لازم تستوي يعني خالص عشان يبقى طعمها حلو، وبتزودها بقى ايه كوبايه صغيره كده شوربه او ميه زي ما انت عايز. الفلفل الاخضر بتاعي بقى شوفوا انا مقطعاه دوائر كبيره كده وحمرته برده مع البتنجان. هنعمل ايه بقى؟ هاخد البتنجان طبعا، شوفوا انا محمره الجنب اللي فوق ده هخليه تحت، وديت اللي هي مش حمراء قوي هخليها فوق لان هحطها في الفرن وهتتحمر طبيعي. هاخد بقى طبقه بتنجان كده واجي بقى في الصينيه وارص بقى، هرصها كلها ونرجع تاني. حطيت بقى البتنجان تحت والفلفل الاخضر فوق، هجيب بقى البتنجان اللي فاضل مني واحطه بقى ايه على الوش كده، هرص عليه كله فوق. خلاص بقى انا كده خلصت رصه الصينيه بتاعتي، طبيعي كل حاجه مستويه، الصلصه مستويه والفلفل الاخضر والبتنجان، هحطه بس في الفرن احمر بس ايه الوش بتاعه كده، لان الفرن طبعا بيخلي لي ليها ريحه كده وطعم تاني خالص. هنحطها بقى في الفرن واوريها لكم بعد ما تستوي، بعد ما تتحمر. خلاص بقى الصينيه حطيتها في الفرن، يا دوب ما كملتش 5 دقايق وريحتها والله، ريحه الفلفل الاخضر بقى هو متحمر جميل من غير لحمه، يعني في اللي يقولك لا انا بحبهاش غير باللحمه، والله طعمها تحفه. انا جربتها باللحمه، في اللي بيعملها باللحمه المفرومه جربوها باللحمه المفرومه، مجرباها كده والله طعمها كده تحفه. مش لازم اللحمه في كل حاجه يعني، مش كل يوم عشان اساسا ما هيش صحيه زي ما احنا عارفين. دي والله جميله وطريقتها جميله، يعني بتشوحي البصله مع التوم وبتحط بقى التوابل بتاعتك كلها، والطماطم انا مش عاملاها في الخلاط انا عاملاها بالمبشره، بيبقى طعمها جميل مش منضاف عليها ميه ولا حاجه. وبعد ما بتستوي بقى وبتحمر البتنجان والفلفل لوحده، في ناس بقى بيعملوا الفلفل بحتت صغيره ويحمرها، لا دي بقى الطريقه دي جميله، بتحمرهم بقى كلهم وتحط طبقه بتنجان وطبقه فلفل اخضر وتحطها في الفرن. طبعا الفرن ممكن تحمرها حلو على البوتاجاز وتعمليها من غير فرن، بس الفرن سبحان الله يعني بتلاقي ان هو بيدي ريحه حلوه للاكل. طبعا جميله هي والله وبسيطه، ما تاخدش منك ربع ساعه بالظبط، يا دوب تحمير البتنجان والفلفل وتسبيكه الصلصه بس، والفرن بقى بيبقى كله مستوي. جميله والله وتحفه وطعمها جميل، انا مجرباها يعني كم مره. كنت بعمل بقى الفلفل الاخضر الصغير وبحمره مع البصله، عملته بقى دواير كده وبحمره قطع دوار يعني وبحمره، لقيت طعمه كده تحفه احسن من بعمله صغير وبشوحه مع البصل، بحمره في الزيت زي البتنجان وبعمله تحفه والله وجميله. جربوها وافتكروني بقى وانتم بتعملوها، دي طريقه حلوه جربوها، يا رب تعجبكم واشوفكم على الف خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.